من المتعارف عليه أن يشتهر المطرب كما تشتهر أغانيه، وأن يعرف المستمعون أن الأغنية المذاعة خاصة بمطرب بعينه. ولكن هذا الحال لا ينطبق على بطل حلقتنا اليوم، فصوته معروف وأغانيه معروفة ولكن لا يعرفه الجمهور. إنه المطرب عبد السروجي، مطرب شعبي اشتهر في فترة الثلاثينيات والأربعينيات، وسنتعرف عليه أكثر من خلال حلقتنا اليوم، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. اسمه الحقيقي حافظ أحمد حسين، وقد اختلفت الروايات حول أمرين. أولا في سيرته المتعلقة بسنه، حيث هناك رواية تقول أنه ولد في عام 1908، وأخرى تقول أنه ولد في عام 1911. أما الاختلاف الثاني فكان حول مهنته، فهناك رواية تقول أنه كان بائع صحف، فيما تقول الرواية الأخرى أنه كان متعهد توزيع صحف. عمل بالصحافة إلى أن جاء يوم وسمع إعلان في الراديو يطلب مطربين جدد لإذاعة مصر، فتقدم له ليتغير مسار حياته. مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي بدأ نجم السروجي في الصعود، فذاع صيته واشتهر. ففي عام 1936 قدم بعض الأغنيات في فيلم ملكة المسارح، وفي نفس العام شارك بالغناء في فيلم وداد مع أم كلثوم. ولتلك الأغنية قصة كبيرة بين السروجي وأم كلثوم، فملحن أغنية على بلد المحبوب هو رياض السنباطي، وحينما استمعت أم كلثوم للأغنية طلبت من السنباطي بعض التعديلات التي رفضها وبشدة، وأعطى الأغنية لعبد السروجي الذي قدم الأغنية في اسطوانات شعبية حققت نجاحات كبيرة، وبعدها قدم الأغنية في فيلم وداد وهو من بطولة أم كلثوم. وبعد عرض الفيلم حققت الأغنية نجاحا كبيرا بجميع أنحاء الوطن العربي، وقررت أم كلثوم تقديم الأغنية بصوتها. ومن أشهر أغنياته أغنية غريب الدار، وله الكثير من الأغنيات الرائعة ذات المذاق الشعبي، منها بكت في إيدي الشموع، غنيت على عودي، النهاردة عيد عيد علينا سعيد، مسحراتي، الفجر لاح والطير غنى. كما غنى في أفلامه التي قام بالتمثيل فيها عدة أغنيات، منها يا مؤمنين بالله، نجف، أحلام الحب، بين نارين، من الجاني، حب من السماء، وادي النجوم، حياة الظلام. فتح عينك تاكل ملبن، فينك فينك تاكل ملبن، اوعى لجيبك، قرب جرب، نشن اضرب. لن ينسى أحد صوت بائع البخت في أوبريت الليلة الكبيرة، إنه عبد السروجي المطرب الذي رسم بصوته ملامح بائع البخت، إحدى الشخصيات الرئيسة في الليلة الكبيرة. ولكنه تاه في المولد فلم يتعرف أحد على صوته. كان عبد السروجي مصدر للإلهام والفن في عائلته، فهو جد الفنان أحمد السقا من ناحية والدته، لذا ينتهز أحمد السقا أي سؤال عن عائلته ليحكي عن نشأته في بيت جده عبد السروجي ويعرف الجمهور بفن جده. كما ذكرنا أن شهرة عبد السروجي كانت في فترة الثلاثينيات والأربعينيات فقط، وعاش بقية حياته في هدوء بعيدا عن الأضواء بمسكنه بحي عابدين في القاهرة بعيدا عن الإذاعة لفترة كبيرة، حتى فارق الحياة في 13 ديسمبر عام 1987 عن عمر ناهز 79 عاما. عزيزي المشاهد، هل استمعت يوما إلى أغنية من أغنيات الفنان عبد السروجي؟